تستضيف الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة غدا الزيارة الميدانية للجنة التنفيذية لمسار المواقع التاريخية والإسلامية والمتاحف التابعة لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والتي ستشمل 6 مواقع تاريخية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وتهدف الهيئة من استضافة الزيارة الميدانية إلى إطلاع اللجنة على سير عمل تطور مشاريع المواقع التاريخية القائمة، وأيضا مواءمتها بما يضمن تحقيق مستهدفات الجهات ذات العلاقة فيها وتهيئتها وإعادة تأهيلها لاستقبال ضيوف الرحمن من حجاج وزوار. ينضم إلينا للمتابعة أكثر عضو الهيئة الملكية لمكة والمشاعر الدكتور وائل الحلبي. حياك الله دكتور وائل معنا على التاسعة. في البداية دكتور، ماذا تشكل لكم زيارة اللجنة التنفيذية لمسار المواقع التاريخية والإسلامية؟ أهلا وسهلا بكم، الله يسلمك. هذه الزيارة اللي تستضيفها الهيئة الملكية لإطلاع الأخوان في اللجنة التنفيذية لمسار المواقع التاريخية الإسلامية والمتاحف على سير الأعمال في مواقع الأولوية الستة. هذه الزيارة تطلعهم على الأعمال اللي تمت في الفترة الماضية، وإن شاء الله ما حيتم إطلاقه خلال هذا العام من مشاريع، خلينا نقول مكاسب سريعة ومشاريع في مراحلها الأولى، والتجهيز إن شاء الله للمشاريع اللي حتكون في السنوات القادمة. مكة كما نعرف ويعرف الكثير أنه مكة غنية بالآثار والمواقع، وهي متحف مفتوح تمتد في الآثار إلى ما قبل الإسلام. إن شاء الله حيكون في أشياء ثرية بإذن الله. نعم دكتور وائل، أنت ذكرت هناك 6 مواقع ستزور هذه اللجنة، ما هي هذه المواقع 6 بعد إذنك؟ المواقع اللي حتزورها اللجنة بإذن الله تقف عليها غدا موقع منطقة الحديبية، وثم منطقة بئر بيطوة، ثم جبل ثور وعين زبيدة، وهي معظم اللقطات اللي ظهرت على الشاشة هي لمنطقة من على مسار عين زبيدة، ثم مسجد بيعة العقبة وجبل النور. المشاهد يعني في ختام الزيارة، أنا بس تسمح لي يعني أشير إلى أنه إحنا حنتكلم أو حنزور على نقف على موقع إضافي جديد، وهو موقع العسيلة، النقوش الإسلامية اللي في العسيلة. هذه المنطقة نعم هي ليست من المواقع ذات الأولوية، ولكن هذه المنطقة فيها نقوش إسلامية فريدة، وفي نقشها وهي تعتبر من أجمل النقوش الإسلامية اللي موجودة في الجزيرة العربية، تعود إلى القرن الأول الهجري إلى السنوات ما بين 80 إلى 98 للهجرة. نعم دكتور وائل، هذه اللجنة بالإضافة إلى عملكم في الهيئة، هل سيتم تطوير هذه المواقع وجعلها متاحف ربما إسلامية صح التعبير لضيوف مكة المكرمة وضيوف الرحمن عموما؟ هي إن شاء الله حتكون أكثر من متاحف، هي حتكون نقاط جذب وتكون مكان لسكان مكة وزوارها من حجاج ومعتمرين وقاصدي مكة المكرمة. يعني كل منطقة حيكون فيها أكثر من متحف، يعني هي حتكون فيها أماكن للتنزه، وتكون هي مقصد بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك الدكتور وائل الحلبي عضو الهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة.